صباح النور. أول موعدنا الرياضي الجمعة التونسية لكرة القدم، نشرة بلاغ البارح طلبت فيه الأندية واللاعبين اللي يملكوا حكم بات من الهياكل المختصة إلى تقديم اعتراض قبل 14 جوان الحالي لدى اللجنة المكلفة بمنح تراخيص الأندية، وهذا ما يعني أنه عدة فرق مهددة بعدم المشاركة في بطولات الموسم القادم في صورة عدم خلاص ديونها، وخاصة نحكي على المشاركات القارية سواء رابطة الأبطال أو كأس الكاف. المنتخب الوطني لكرة القدم وصل البارح في الليل جوهانسبورغ، وين باش يلعب نهار الأحد الجولة الرابعة من تصفية مونديال 2026 من منتخب ناميبيا مع الخامسة بتوقيت تونس، رحلة غايب عليها سيف الطيف بسبب الإصابة، مع تواجد عيسى العيدوني اللي يشتكي أيضا من مخلفات الإصابة اللي كانت عرض لها في مباراة غينيا الاستوائية الأربعاء الماضي واللي ربحناها 1-0. اليوم الموعد باش يكون مع حصة خفيفة لإزالة الإرهاق، وغدو الحصة التدريبية الأخيرة بملعب المباراة ملعب أورلاندو ستاديوم بجنوب إفريقيا. البارح في مجموعة منتخبنا مالاوي كان ربح صوتومي 3-1، وهذا من خلال ترتيب بعد 3 جولات الصدارة لتونس بالعلامة الكاملة 9 نقاط، مرتبة ثانية ناميبيا 7 نقاط، مرتبة ثالثة مالاوي 6 نقاط، مرتبة رابعة ليبيريا 4 نقاط، ومرتبة خامسة بين غينيا الاستوائية وصوتومي دون أي نقطة. الجولة الرابعة في المجموعة الثامنة نهار الأحد ماضي ساعتين صوتومي مع ليبيريا، الخامسة كما قلنا ناميبيا مع تونس، ونهار الاثنين ماضي ساعتين غينيا الاستوائية مع مالاوي. في بقية تصفيات المونديال من الجولة الثالثة البارح في المجموعة الأولى، المنتخب المصري يربح بوركينا فاسو 2-1، غينيا بيساو يتعادل مع أثيوبيا دون أهداف. في المجموعة الثانية هزيمة موريتانيا أمام السودان 2-0، وتعادل بين السنغال وجمهورية الكونغو 1-1. في المجموعة الثالثة بنين تربح رواندا 1-0. في المجموعة الرابعة ليبيا تربح جزر الموريس 2-1. في المجموعة السابعة المفاجأة تقريبا، المنتخب الجزائري يخسر على أرضية ميدانه في ملعب نيلسون مانديلا 2-1 أمام منتخب غينيا. في المجموعة الثامنة مالاوي تربح ساو تومي 3-1، وفي المجموعة التاسعة هزيمة مالي أمام غانا 2-1. اليوم مجموعة أخرى من المباريات ماضي ساعتين، موزمبيق مع الصومال، زيمبابوي مع ليزوتو، كينيا مع بوراندي، الخامسة أنغولا سواتيني، مدغشقر جزر القمر، أوغندا مع بوتسوانا، والثمانية الكوت ديفوار مع الغابون، المغرب مع زامبيا، ونيجيريا مع جنوب أفريقيا. في التصفيات الآسيوية أهم مباريات الجولة الخامسة البارح، إندونيسيا تخسر أمام العراق 2-0، تايبي تخسر أمام عمان 3-0، هونغ كونغ والهزيمة أمام إيران 4-2، سنغافورة تخسر أمام كوريا الجنوبية 7-0، كوريا الشمالية تربح سوريا 1-0، تعادل دون أهداف بين الهند والكويت، باكستان تخسر مع السعودية 3-0، وتعادل دون أهداف مع بين فلسطين ولبنان، وتعادل يخلي منتخب فلسطين يتأهل للدور الثالث والحاسم من تصفية المونديال بقيادة المدرب التونسي مكرم دبوب، أيضا التأهل كان لكأس آسيا 2027 بالسعودية. بطولة الرابطة المحترفة الثانية الجولة 12 إياب، اليوم دفعة أولى مع 4.5، في المجموعة الأولى نادي حمام لانف مع نادي القربي، في المجموعة الثانية مكرم المهدية مع ترجي الجرجيسي، صفرة فرج عبد اللاوي، هلال الشابة مستقبل جابس تحكيم حسين بولعريس، بورتينغ المكنين مع مستقبل الرجيش والتحكيم لفادي بوخريس، محيط قرقنة مع أمل الركبة تحكيم هيثم القصعي، أولمبيك سيدي بوزيد أولمبيك مدنين أسامة بن إسحاق هو حكام المباراة، والملعب الجابسي مع أمل جربة نزار الرياحي في التحكيم. غدوة بقية الجولة في المجموعة الأولى مع 4.5، شبيبة العمران مع شبيبة القيروان، عامر شوشانة وحكم المباراة، مرجانة برقة مع جندوبة رياضية، أشرف الحركاتي، جمعية أريانا أمل حمام سوسة، ريان بوخشينا، نجم الراتسي القلعة الرياضية خالد قويدر، وهلال مساكن مع مستقبل الوادي الليل تحكيم سيف الورتاني. في الجولة هذه سبورتينغ بن عروس معفى في المجموعة الأولى، ونصر جلمة معفى في المجموعة الثانية. نذكر بالترتيب قبل مباريات اليوم وغدوة، وجولة تكون حاسمة على مستوى الصعود وأيضا ممكن على مستوى النزول. في المجموعة الأولى الصدارة للعمران 51 نقطة، وانتصارها في الجولة هذه يعني صعود رسمي للرابطة المحترفة الأولى، مرتبة ثانية جندوبة 47 نقطة، ثالثة قربة 38، الرابعة ريانا 35، الخامسة حمام لنف 33 نقطة، المركز السادس حمام سوسة 32 نقطة، السابع جي اس كا 28 نقطة، الثامنة مساكن ب 24 نقطة، مرتبة تسعة ليرادس 23 نقطة، مرتبة 10 ودليل 22 نقطة، مرتبة 11 بين القلعة وتبارقة 20 نقطة، ومرتبة 13 لبن عروس 19 نقطة.
في المجموعة الثانية صدر لجرجيس 54 نقطة، وأيضا الانتصار يعني رسميا الصعود للرابطة المحترفة الأولى. المركز الثاني مستقبل جابس 50 نقطة، مرتبة ثالثة للشابة 35 نقطة، مرتبة رابعة الملعب الجابسي 33 نقطة، مرتبة خامسة المكنين والمهدية 32 نقطة، مرتبة سابعة قرقنا وجلمة 28 نقطة، مرتبة تاسعة سيدي بوزيدو أمل جربة 26 نقطة، مرتبة 11 للرقبة 21 نقطة، مرتبة 12 مدنين 18 نقطة، مرتبة 13 وأخيرا الرجيش 10 نقاط وكينزل رسميا للرابطة الثالثة. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى نذكر ببرنامج الجولة التاسعة بلاي أوف الخميس 13 جوا 4:30 الملعب التونسي مع النادي الإفريقي، والخمسة ونص الترجي مع الاتحاد المنستيري، ونهار الجمعة 14 جوا 4:30 النجم الساحلي مع النادي الصفاقسي. في البلاي اوت الجوله 14 نهار الجمعه 14 جوان 4:30 مباراه القمه بين مستقبل سليمان نجم المتلاوي النادي البنزرتي مع اتحاد تطاوين، قوافي القفصه الاولمبي البيجي واتحاد بن قردان مع مستقبل المرسى. مباريات ودية مع توقف نشاط البطولة اليوم الستة في بن جنات الاتحاد المنستيري مع أهلي طرابلس الليبي، غدوة النجم الساحلي مع مستقبل المرسى، ونهار الأحد الأولمبي البيجي مع أهلي طرابلس. في النادي الإفريقي قرر عقد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الانتخابية نهار 4 جويلية، وباب الترشح لرئاسة الفريق يفتح بداية من اليوم إلى غاية 1 جويلية مع ماضي ساعتين. بالإضافة لهذا فإنه تقرر التمديد في كامل صلاحيات الهيئة المديرة التسييرية الحالية وتركيبتها والمهام الموكلة لأعضائها إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية. فالنجم الساحلي تعيين أمين الرئيس رئيسا لفرع كرة القدم، وهارون بن حسين منسق عام لفروع رياضات القاعات. كرة السلة البطولة المحترفة اليوم المواجهة الأولى في الدورة نصف النهائي، ماضي ثلاثة في قاعة الجورجاني النادي الإفريقي مع شبيبة القيروان، والستة في قاعة مزالي الاتحاد المنستيري مع النجم الرادسي. نذكر أن الفائز بثلاثة مواجهات من جملة خمسة هو اللي يتأهل للنهائي. في السوبر بلاي اوف نهار الاحد الستة تاع العشيه وقع برمجت كل مباريات الجوله الثالثه اياب، شبيبه المنازه مع الزهره الرياضيه، نجم حلق الواد مع اتحاد الانصار، والنجم الساحلي مع الدالية الرياضيه بجرومبيليا. في الكره الطايره غدوه يتلعب نهائي كاس تونس، الستة في قاعه رادس الترجي بطل الموسم مع النجم الساحلي، الترجي من اجل اللقب 22 والنجم من اجل اللقب 8. نكمل بالتنس بطولة رولان غاروس الفرنسية اليوم في النصف النهائي، ماضي ساعة ونص الإسباني كارلوس الكاراز المصنف الثالث ضد الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني، والأربعة ونص النرويجي كاسبر رود المصنف السابع عالميا ضد الألماني المصنف رابع عالميا ألكسندر زفيريف. في السيدات غدوة دورة نهائي البولونية المصنفة الأولى عالميا إيغا شويتيك ضد الإيطالية باوليني المصنفة 12 عالميا. هكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضه، اجمل تحيات شهير الكافي، نهاركم زين. تسمعوا برامج جديده على الوطنيه على الاف